السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوان والأخوات الكرام على قناة الطريق نحو النجاح. غادي إن شاء الله نسترسلو في إكمال السلسلة ديال الأسرار ديال عقل المليونير، كتاب أسرار عقل المليونير اللي كنا قدمنا سبق لنا قدمنا أربعة الأجزاء. الموضوع ديال الفيديوهات وهو المؤلف ديال الكتاب أسرار عقل المليونير، المؤلف تي هارف إيكر، المؤلف الأمريكي. فكان تحدث في الكتاب ديالو على 17 فرق بين تفكير الأغنياء وتفكير الفقراء. يعني حدد واحد 17 فرق بين كيفاش كيفكروا الأغنياء و يعني كيفاش يفكروا فقراء وابناء الطبقه الوسطى. ويعني على اساسها قال ان هؤلاء يعني كيبقاو اغنياء وكيصبحوا اغنياء، والاخرين تيبقاو في يعني في حاله فقر وما كيقدوش يوصلوا للغنى. ف كما سبقت قلت لكم وكما غادي تلقاو في عندنا في لي بلاي ليست، في البلاي ليست ديال تحقيق الثراء على القناة ديالنا، فكنا قدمنا أربعة الفيديوهات. بمعنى كل فيديو كنقدموا فيه جوج ديال الطرق، اختصار ديال جوج الطرق من هاد الطرق، من هاد الطرق 17. وقفنا في الجزء يعني السابق أو الجزء الرابع، قدمنا لكم الطريقة السابعة والطريقة الثامنة. دابا غادي نقدم لكم الطريقة أو الفرق، يعني الفرق التاسع والفرق العاشر، يعني بين تفكير الأغنياء وتفكير الفقراء اللي جا في هذا الكتاب. يعني الفرق التاسع والفرق العاشر، على أساس أن أكمل يعني كل فيديو غادي نقدم لكم جوج فروق حتى نكملوا هذه الفروق 17. وللإشارة اللي ما كانش عنده علم أو ما عندوش علم بهذا الكتاب، فهذا الكتاب هو يسمى أسرار عقل المليونير للمؤلف تي هارف إيكر، مؤلف أمريكي، مكتوب عليه الكتاب رقم واحد من بين أفضل الكتب مبيعا على قوائم نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، ويو اس اي توداي. في العنوان ديال الكتاب مكتوب أسرار عقل المليونير، إتقان لعبة تحقيق الثراء، كن ثريا الفكري حتى تصبح ثريا. وهذا الكتاب هذا الإشارة راه موجود في المكتبات، هو من يعني هو متألف هذا المؤلف هذا ومترجم العربية، موجود مترجمه مكتبات جرير. على ظهر الكتاب أو ظهر الصفحة كيقول المؤلف: أعطيني 5 دقائق وسوف أستطيع أن أتنبأ بمستقبلك المالي على مدار حياتي. كيف ذلك؟ عن طريق التعرف على مخططك الشخصي لتحقيق النجاح والثراء. وهذه هي قالها، وهي في نفس الوقت هي عبارة مقتبسة من هذا الكتاب، كتاب أسرار عقل مليونير. وقبل ما نبداو هذا الفرقين سميتو ما فيها، بس غادي نقول لكم اشنو قالوا يعني ناس اخرين على هذا الكتاب، على الاهميه ديال هذا الكتاب. فمثلا كاين هناك واحد الشهاده كتقول: في هذا الكتاب الذي سيغير حياتك سوف تتعلم كيف تتعرف على مخططك المالي وتقوم باعاده صياغته لكي تزيد من دخلك بشكل كبير وتحقيق الثراء باستخدام تلك المبادئ الفعاله. تحول تي هارف إيكر من شخص مفلس إلى مليونير في 2.5 سنين. اقرأ وازدد ثراء. إذا ما معنى ذلك؟ هذا ازدد واقرأ وازدد ثراء، هو يعني هو مرجع ديال 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 هاد الناس اللي كيتحجوا على الثراء. فهاد تي هارف إيكر قرأ هذا الكتاب ديال اقرأ وازدد ثراء ديال نابليون هيل. هاد الكتاب ديال ازداد اقرا وازداد ثراء يعني قال لك كي يعني فيه مبادئ بزاف ديال على الثراء. المهم كاين هناك واحد سميتو اخر، واحد الشهاده اخرى، ان هذا الكتاب يوضح الاسباب التي تقف وراء
تمكن البعض من تحقيق الثراء بينما يحيا آخرون حياة كادحة. إذا أردت أن تعرف الأسباب الجذرية للنجاح فقرأ هذا الكتاب. هذا كان قالها واحد واحد حتى هو محفز ذاتي في سميته روبرت جي آلان. وكاين مجموعه وكاين عتاني واحد سميته اخرى واحد الشهاده، اذا حدث خلاف حول المال ففي الغالب يعزى ذلك الى عدم توافق المخططات الماليه. اقرا هذا الكتاب وترقب التحول الذي سيطرأ على علاقتك. اقرأوا هذا الكتاب وشاهدوا علاقاتكم تتحول إلى الأفضل. هذه شهادة أو نصيحة ديال جون غراي، وهذا جون غراي هو المؤلف ديال كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. وكذلك حتى المؤلف يعني المحفز الأمريكي براين تريسي، وبراين تريسي راه هو معروف كذلك، ألفته هو كتاب كيف تصبح ثريا بطريقتك الخاصة. حتى هو قال واحد الشهادة على هذا الكتاب، قال أن هذا الكتاب هو أكثر الكتب التي تناولت كيفية تحقيق الثراء قوة وإقناعا وفاعلية. إنه يزخر بالأفكار والرؤى والاستراتيجيات التي ستغير طريقة تفكيرك ونتائجك إلى الأبد. إذن هذه مجموعة من الشهادات جت على هذا الكتاب غير باش نوريكم بأن هذا الكتاب هذا مهم، وفعلا فهو مهم، لان راه يعني ما جيت تقريته عليكم حتى قريته مئات المرات ومئات المرات، قريته بزاف ديال المرات وفي الحقيقه استفدت منه، يعني وراني شي حوايج يعني في يعني هذه المساله ديال الثراء، يعني هذا الكتاب مهم. اذا ف قبل ما نبداو ان شاء الله، فاذا كنتو كتزوروا القناه ديالنا لاول مره او صادفتوا هذا الفيديو يعني مصادفه نتوما كتصفحوا على يوتيوب، فما تنساو تشتركوا في القناة، عملوا الاشتراك وفعلوا الجرس باش ملي غادي ننزلوا الباقي الأجزاء ديال هذا الكتاب يوصلكم إشعار وتشوفوهم. وكذلك الفيديوهات الأخرين اللي كننزلوها تباعا على القناة ديالنا فيما يتعلق بمسألة التنمية الذاتية، يعني فعنا إذا دخلتوا القناة غتلقاو لي بلاي ليست ديال التخطيط وديال تحقيق الثراء وديال غتلقاوهم عندنا في القناة لي بلاي ليست. زوروا القناة وغادي تلقاو كاع داك الشيء اللي كتقلبوا عليه في مجال تطوير الذات. إذا قلنا الفرق بين تفكير الأغنياء، عفوا الفرق بين تفكير الأغنياء وتفكير الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى. غادي نقدموا لكم الطريقة التاسعة والطريقة العاشرة. ملف الثراء سعود أو الطريقة التاسعة، الأغنياء أكبر من مشاكلهم والفقراء أصغر من مشاكلهم. كيقول المؤلف أن الوصول للثراء ماشي نزهة في حديقة، هو رحلة مليئة بالمنعطفات والتغيرات والعقبات، والطريق للغنى ممهد بالأشواك والفخاخ. ولهذا السبب تحديدا يحجم معظم الناس عن خوضه، بزاف ديال الناس ما كتمشيش في الطريق ديال الثراء لان يعني ماشي سهل. كيقول لك ما كيبغوش، هم لا يريدون المتاعب والصعاب والمسؤوليه، باختصار لا يريدون المشاكل. وهنا تحديدا كيقول المؤلف يقع احد اهم الفروق بين الاغنياء والفقراء، يعني هنا هو احد اهم الفروق بين الاغنياء والفقراء، وهو ان الاغنياء الناجحين اكبر من مشاكلهم، ولكن الفقراء غير الناجحين من يعني هم اصغر من مشاكلهم. هنا كيقول لك الفقراء غادي يفعلوا اي شيء تقريبا لكي يتجنبوا المشاكل، وما ان يروا اي نوع من التحدي حتى يفروا هاربين. يعني هنا الامر كيقول لك مثير للسخريه هو انهم اثناء سعيهم الدؤوب لتجنب المشاكل راهما من يعني انهم كيسعوا انهم يتجنبوا المشاكل، فانهم كيواجهوا اكبر مشكله في على الاطلاق في الحياه، هو انهم كيصبحوا مفلسين وتعساء. وكيقول لك انا المؤلف السر للنجاح ماشي في المحاوله ديال الهرب من المشاكل او تجنبها او التخلص منها، وانما السر هو ان تنمي نفسك حتى تصبح اكبر من اي مشكله. هذا هو السر. وكيقول ان سر النجاح ليس في محاوله الهروب من المشكلات او تجنبها او التخلص منها، وانما السر هو ان تنمي نفسك حتى تصبح اكبر من اي مشكله. قال لك في مقياس من 1 حتى 10 على ان يكون 1 هو اقل درجه. تخيل انك شخص عنده قوة ديال الشخصية وموقف من المستوى 2 وكيواجه مشكلة من المستوى 5،
واش هاد المشكله غتبدو لك صغيره ولا كبيره من منظور الشخص في المستوى جوج؟ هاد المستوى هذيك غتبدا لك خمسه، غتبدا لك كبيره. قال لك وهكذا. فهنا هادشي على حساب القوه ديال الانسان، وعلى حساب يعني الصلابه ديالو، وعلى حساب السعي ديالو، لانه باش غادي يصبح باش يمشي في طريق الطراء. كذلك ربما كيقول هنا يكون مؤلما، ولكن إذا كنت مستعد للتقدم نحو المستوى الأعلى من النجاح سيكون عليك أن تكون مدركا لما يحدث في حياتك بالفعل. هل أنت مستعد لتقبل الحقيقة؟ ها نحن نبدأ وإليك الحقيقة. إذا كانت لديك مشكلة كبيرة في حياتك فذلك لا يعني سوى أنك تتصرف كشخص صغير، ما تنخدعش بالمظاهر. العالم ديالك الخارجي ليس إلا انعكاسا لعالمك الداخلي. إذا بغيتي تحدث تغيير كبير توقف عن على التركيز على المشكلة، وبدا في التركيز على الحجم ديالك انت، وفي التركيز على الحل ديال هذيك المشكلة. ومن كيقول ان اذا كانت لديك مشكلة كبيرة في حياتك فان ذلك لا يعني سوى انك تتصرف كشخص صغير. وكيقول لك احد التذكيرات غير الرقيقة اللي كنعطيها للمشاركين ديالي في الندوات ديالي هي هذه. قال لك عندما تشعر كأنك تواجه مشكلة كبيرة أشير إلى نفسك بأصبعك واصرخ أيها الصغير أيها الصغير أيها الصغير. سوف يوقظك هذا بشكل مفاجئ ويعيد تركيزك إلى حيث يجب أن يكون نفسك بعد ذلك من داخلك. يعني بدلا يعني أنا خذ نفسا عميقا وقرر أنك من الآن في هذه اللحظة سوف تصبح شخصا أكبر، ولن تسمح لأي مشكلة أو عقبة أن تأخذك بعيدا عن أي من سعادتك ونجاحك. وهنا كيعطي المؤلف أفعال خاصة بعقلية المليونير بحال التمرين. كيقول لك واحد، عندما تشعر بالانزعاج بسبب مشكلة كبيرة أشير إلى نفسك بأصبعك، هي هذه اللي قلنا، وقل أيها الصغير، ثم خذ نفسا عميقا وقل لنفسك أستطيع أن أتعامل مع المشكلة، أنا أكبر من أي مشكلة. ثانيا كيقول اكتب مشكلة تمر بها في حياتك، ثم اكتب 10 أفعال يمكنك القيام بها من أجل حل هذه المشكلة، أو على الأقل تحسين الموقف. سوف يحركك ذلك من التفكير في المشكلة إلى التفكير في الحل، حيث المهم هو أنك تفكر في الحل، ما تبقاش المشكلة. وقال لك سيكون هناك احتمال كبير في أن تنجح في حل المشكلة، وثانيا سوف تشعر بتحسن كبير. بالنسبة للفرق العاشر أو بلفة الثراء رقم 10، كيقول فيه المؤلف الأغنياء مستقبلون ممتازون والفقراء مستقبلون سيئون. كيقول لك هنا المؤلف إذا كان علي أن أحدد السبب الأول الذي يجعل الناس لا يصلون إلى كامل إمكانياتهم المالية فسوف يكون السبب هو كالتالي: معظم الفقراء مستقبلون سيئون، ربما يكونون أو لا يكونون جيدين في العطاء لكنهم بالتأكيد سيئون في التلقي، ولأنهم سيئون في التلقي فهم لا يتلقون أي شيء. قال لك التلقي يمثل تحديا لقدرات الناس لعدة أسباب: أولا الكثير من الناس يشعرون بأنهم غير جديرين بما يتلقونه أو لا يستحقونه، وينتشر ذلك المرض في أرجاء مجتمعنا. أكاد أخمن كيقول المؤلف أن 90% من الأفراد لديهم نوع من الإحساس بعدم مكافأتهم يجري في أوردة مجرى الدم. يعني من أين يأتي عدم تقدير الذات هذا؟ كيأتي كالعادة من التوجيه الذي نتعرض له بالنسبة لأغلبية منا. يأتي ذلك الإحساس من جراء سماع 20 لا، 20 كلمة لا في مقابل مثلا نعم واحدة، أو 10 مرات من إنك تقوم بالأمر بشكل خاطئ مقابل مرة واحدة من أنك مثلا تتصرف بشكل جيد، و5 مرات من إنك غبي في مقابل مرة واحدة من أنك رائع. يعني حتى إذا كان والدنا أو الأوصياء علينا مساندين رائعين لنا ويشجعوننا، فالكثير منا ينتهي به الأمر إلى الشعور بعدم قدرتهم دائما على الارتقاء إلى ما يتوقعه.
ومرة أخرى نحس بأننا لسنا جيدين بما يكفي. بالإضافة إلى ذلك، معظمنا يعظم في وجود عنصر الخوف من العقاب في الحياة. هذه القاعدة هذه غير المكتوبة التي تنص على أنك إذا قمت بشيء خاطئ فإن العقاب هو ما سيحدث أو يجب أن يحدث لك. بعضنا عقب بواسطة والديه وبعضنا بواسطة مدرسيه كيقول، أما الذين تدربوا في مجتمعات مثلا في مجتمعات أخرى كيكون شكل آخر من العقاب وهكذا. إذن بالطبع يعتقد كثيرون أن معظم آثار التهديد بتلقي العقاب قد انتهت بعد أن كبروا وأصبحوا راشدين، أليس كذلك؟ خطأ، قال لك خطأ. بالنسبة لمعظم الناس يكون ذلك التوجيه مغروس، حيت هذه التوجيهات وذاك عندك لا وذاك ذاك اللي كيقول يعني أنت الغبي بزاف ديال المرات ولا، وهذاك داك الشيء اللي كيتغرس فينا ملي كنا كنكونوا داخل يعني في صغار كنسمعوه راه تيبقى داك الشيء تيتخزن في العقول ديالنا، كيتخزن في العقل الباطن وكيولي بحال شي حاجه حتميه، بحال شي حاجه كنامنوا بها واخا حنا ما كنشعروش بها، ولكن هي كتولي معتقدات كنمشيو عليها. اذا اشنو اللي خصو يوقع ولا خصو نديرو؟ سنغيروا هذه المعتقدات. هذا هو اللي كيقول المؤلف، كيقول لك ان يعني ان هذاك سميتو المعتقدات كتوقف في الطريق ديالنا. وكيقول لك لا عجب من ان الناس يعانون من مشاكل في الترقية والاستقبال، وما ان ترتكب خطأ بسيطا حتى يحكم عليك ان تحمل عبء الشقاء والفقر لنهاية حياتك. ربما تقول ان هذا العقاب قاس الى حد ما، اليس كذلك؟ ولكن منذ متى كان العقل منطقيا او متعاطفا؟ واكرر ان العقل الموجه ما هو الا مخزن للملفات مملوء بالنظم القديمة والمعاني المختلفة وقصص الدراما والمآسي. والمنطق ليس قضية قوية بالنسبة للعقل. وهناك شيء أقوم بتدريسه، كيقول المؤلف، هناك شيء أقوم بتدريسه في ندواتي قد يشعرك بالتحسن. في نهاية الأمر ليس مهما إن كنت تشعر أنك باستحقاقك أو أهميتك كشخص أو لا تشعر بذلك. يمكن أن تصبح غنيا في كلتين الحالتين، وهناك الكثير من الأغنياء لا يشعرون بأنهم يستحقون هذا الثراء، والذين يشعروا بقيمتهم كأشخاص غير راضين عن أنفسهم. في الواقع قد يعد ذلك أحد أهم المحفزات التي تجعل الناس يرغبون في أن يصبحوا أغنياء من أجل أن يثبتوا كفاءتهم وقيمتهم بالنسبة لأنفسهم وللآخرين. وكيقول لك وإن الوصول إلى إدراك ما إذا كنت تستحق أو لا تستحق ما هو إلا قصة مختلفة. وأكرر لا شيء له قيمة إلا القيمة التي نعطيها له. يعني داك الشيء اللي كتعطي القيمة ليه، يعني هذا هو اللي داك الشيء كما كتشوفه كما كتعطيتي قيمة كبيرة كبيرة، عطيتي قيمة صغيرة راه صغيرة. وكيقول لك من مبادئ الثراء، إذا قلت إنك جدير فأنت كذلك، إذا قلت إنك غير جدير فأنت غير جدير، وفي كلتا الحالتين فإنك أنت من سيعيش القصة. كيقول لو أن شجرة بلوط طولها 100 قدم كان لها عقل بشري لأصبح طولها 10 أقدام فقط. يعني بهذيك الأمور السلبية اللي كياخذها العقل البشري اللي تيقولوا الناس، وكيقول لابد أن يكون هناك مستقبل لكل معطٍ، ولا بد أن يكون هناك معطٍ لكل مستقبل، لا بد أن يكون هناك مستقبل لكل معطٍ، ولا بد أن يكون هناك معطٍ لكل مستقبل. هنا كيقول لك الأغنياء يعملون بجد ويؤمنون بأنه شيء مناسب للغاية أن ينالوا مكافأتهم على المجهود الذي يبذلونه وعلى القيمة التي يقدمونها من أجل الآخرين. ولكن الفقراء يعملون بجد ولكن طبقا لأحاسيسهم بعدم الجدارة، فإنهم يشعرون أنه من غير المناسب أن تتم مكافأتهم على المجهود الذي يبذلونه وعلى القيمة التي يقدمونها، وهذا الاعتقاد يجعلهم يتحولون إلى ضحايا مثاليين، وهذا أمر طبيعي. فكيف يمكنك أن تكون ضحية جيدة إذا كنت تكافأ بسخاء؟ يعني كيقول لك هنا مثلا، علاش يقول لك الفرق ما بين هذا التفكير علاش اغنياء وفقراء، كيقول لك انا
بالنسبة للأغنياء كي يعني مستقبلون جيدون إذا باع لك شي حاجة بالقيمة ديالها، يطلب لك القيمة الحقيقية، ربما كتقول غالية بالقيمة الحقيقية ديالها. ولكن كيقول لك بالنسبة لتفكير الفقراء كيبغي يطلب الفلوس، ولكن كيقول واش حال واش 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 ماشي بزاف نطلب لي هذا العدد ديال الفلوس. يعني بهذا التفسير البسيط اللي بغى يقدمه المؤلف. اذا هذا هو سميتو اللي بغى يوصل ليه المؤلف. هنا كيقول ان المال سوف يزيدك مما هو موجود لديك بالفعل. هنا اعطى المؤلف واحد التصريح كيقول لك دع يدك على صدرك وردد الاتي: انني مستقبل ممتاز، انني متفتح ومستعد لاستقبال مبالغ ضخمه من المال في حياتي. المس راسك وردد الاتي: ان لدي عقليه مليونير. وهنا كيعطي كذلك المؤلف افعال او تمارين بخصوص هذه النقطه هذه او هذا الفرق، افعال خاصه بعقليه المليونير. كيقول لك واحد: تدرب على ان تكون مستقبلا ممتازا، وفي كل مره يوجه اليك في كل مره يوجه اليك احدهم عباره مجامله من اي نوع فقل ببساطه شكرا لك. لا ترد مجامله لهذا الشخص في نفس الوقت، سوف يسمح لك ذلك التصرف ان تستقبل المجامله وان تملكها بالكامل بدلا من رد المجامله كما يفعل معظم الناس. وسوف يسمح ذلك التصرف لمن جاملك بأن يشعر بلذة تقديم المجاملة دون أن يتلقى في وجهه مرة أو دون أن تلقى في وجهه مرة أخرى. كيقول لك في النقطة الثانية: أي أموال تعثر عليها أو تستقبلها، وأقصد أي أموال، يجب الاحتفال بها بحماس. هيا أصرخ بصوت مسموع: أنا مغناطيس للأموال، حمد لله يا ربي، حمد لله. وهذا ينطبق على المال الذي تجده ملقى على الأرض، وعلى المال الذي تستقبله كهدية، وعلى المال الذي تأخذه من الحكومة، وعلى المال الذي تحصل عليه من راتبك، وعلى المال الذي تحصل عليه من مشروعك. تذكر أن الكون مسخر لمساندتك. إذا ضللت تصرخ بأنك مغناطيس للأموال، وخاصة إذا كان لديك إثبات، فإن الكون سوف يقول لك ببساطة: حسنا، ثم يرسل لك المزيد. كيقول لك ثلاثة: دلل نفسك وأدي شيئا خاصا على الأقل مرة كل شهر من أجل تغذية نفسك وروحك. اذهب إلى نادي للتدليك، أو اذهبي إلى صالون للتجميل، ودع نفسك إلى غذاء أو عشاء فاخر، استأجر قاربا أو كوخا في الريف لقضاء إجازة، أو اجعل زوجتك تأتيك بطعام الإفطار وأنت داخل الفراش. ربما يجب أن تتبادل تلك الأشياء مع صديق أو فرد من أفراد العائلة. أدي أشياء تسمح لك بأن تشعر بأنك غني وتستحق. ومرة أخرى: إن الطاقة المتذبذبة التي تطلقها من خلال ذلك النوع من التجارب سوف ترسل رسالة إلى الكون تخبره بأنك تعيش في وفرة. ومرة تالية سوف يقوم الكون بعمله ويقول: حسنا، ثم يعطيك فرصا للمزيد. بالمناسبة أعزائي الكرام، فهذا الكتاب كل فرق كيحتوي كما قريت عليكم على واحد تصريح ديال كتقولوا هذا اللي كان: المس رأسك، ضع يدك على صدرك وقول، والمس رأسك وردد الآتي. وكيحتوي على أفعال خاصة بعقل المينوري. إذن هذا كل فرق في هذا الجزء. وللإشارة فأنا كان سبق لي درت واحد الفيديو غتلقاوه عندنا في القناة ديال الطريق نحو النجاح، غتمشيو لقائمة تشغيل بلاي ليست ديال تحقيق الثراء والحرية المالية، غتلقاو فيديو باللغة العربية فيه هاد التصريحات ديال كتاب أسرع عقل المليونير، كلهم 17 تصريح، 17 تصريح و17 من أفعال ديال عقلية المليونير. غير قلبوا في لا ليست بلاي ليست ديال تحقيق الثراء، راه غادي تلقاوهم، وغتلقاو حتى شي تصريحات اخرى ديال جذب الثراء ديال كتب اخرين، غتلقاوهم عندنا في القناة في البلاي ليست او في قائمة التشغيل ديال تحقيق الثراء والحرية المالية. اذا كان هذا اعزائي الكرام
قدمت لكم الطريقة التاسعة والطريقة العاشرة أو الفرق التاسع والفرق العاشر في يعني بين التفكير بين تفكير الأغنياء وتفكير الفقراء، واللي جاء في أسرار أو كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف تي هارف إيكر. كما سبقت لكم قلت لكم أعزائي الكرام، إذا كنتوا كتزوروا القناة ديالنا لأول مرة أو صادفتوا هذا الفيديو مباشرة مصادفة وعجبكم المحتوى ديال القناة وعجبكم هذا الفيديو وبغيتوا تتابعوا السلسلة حتى الأخر وبغيتوا تتابعوا يعني الفيديوهات ديال التطوير ديت على القناة ديالنا، فما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا في الإشعاع ملي ننزلوا هاد الفيديوهات اللي غادي سميتو نديرهم اتباعا. وكذلك راه غتلقاو فيديوهات عديدة على القناة ديالنا، ما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو هذا والفيديوهات الاخرين مع الاصدقاء والاقارب باش جميع الناس هكذا تستافد منهم، وكاع اللي كيقلب على شي حاجه فيما يخص الثراء وفيما يخص التنميه الذاتيه يلقاها ويلقى داكشي اللي بغا. كنشكركم جزيل الشكر، و يعني كنشكركم من قلبي من كل قلبي مع كل محبتي وامتناني على المتابعه ديالكم وعلى الاستماع ديالكم وعلى المتابعه ديالنا القناه ديالنا قناه الطريق نحو النجاح. وبالفعل نتوما هما اللي كتحفزونا وانتوما المشجعين ديالنا، وهذا الشيء راه كنديروا لكم نتوما متابعينا باش هكذا تعمل الاستفاده. فخليونا جميع نمشيو في هذا الطريق ان شاء الله، ودعمونا باللايك، دعمونا بارطاجيو الفيديوهات ديال القناه، فهكذا نتوما كتشجعوا القناه وكتشجعونا دائما على المزيد من الاستمراريه. وان شاء الله غادي نلتقيو في الفيديو السادس من هذه السلسله ان شاء الله عما قريب، باش نقدم لكم طريقه 11 وطلاق والطريقه 12 باذن الله، وهكذا حتى نكملوا هذه السلسله. وكذلك هناك عده كتب اخرى ديال التنميه الذاتيه كذلك غادي نقدم لكم، ومواضيع اخرى على قناه ديالنا قناه الطريق نحو النجاح. كنشكركم جزيل الشكر، شكرا شكرا شكرا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.